نادي الزمالك لنادي بيراميدز، واللاعب جون انتوي قرب ان هو يرحل عن صفوف الفريق في الانتقالات الصيفيه الجاريه طبعا، وده بسبب عدم الاقتناع باللي بيقدمه اللاعب في الفتره اللي فاتت دي، وكمان ان الفريق كان بيعاني في الجانب الهجومي بشكل كبير جدا طول الموسم. المسؤولين في نادي بيراميدز فتحوا خلاص الباب قصاد رحيل انتوي، واللي رحب كمان وبشكل كبير جدا بمناقشه اي عرض يجيله، خصوصا بعد الاخبار اللي اتقالت كتير جدا ان هو كابتن حسام حسن عنده رغبه في ضمه للاتحاد، وده لاقتناعه باللاعب وقد ايه هو بيحظى بثقه كبيره جدا عنده. وزي ما قلنا كده بيراميدز فتح الباب قصاد رحيله او دخوله كمان في اي صفقات تبادليه مع انديه تانية. كابتن حسام حسن عاوز ان هو يدعم خط الهجوم في الموسم اللي جاي، خصوصا طبعا بعد رحيل المهاجم الاوغندي ايمانويل ايكوي، واللي طبعا رفض ان هو يرجع للفريق بعد انتهاء فتره التوقف الدولي. لسه مكملين معاكم اخبار نادي بيراميدز، واللي دخل كمان في منافسه مع نادي الزمالك عشان يضم مهند لاشين لاعب طلائع الجيش عشان يضموه لصفوف الفريق في الموسم اللي جاي، وده ضمن خطه طبعا التدعيمات الجديده اللي بيعملها النادي. مستوى مهند لاشين مع طلائع الجيش يعني خلاه محط للانظار في الفتره الاخيره دي من انديه كبيره جدا وكتيره، وكان ابرزها نادي الزمالك، ونال طبعا اعجاب الجميع، وده بسبب اللي بيقدمه من اداء مميز جدا مع فريقه خصوصا بعد رحيل فرجاني ساسي. بيراميدز بقى في الموسم ده يعني غير موفق تماما في جوانب كتير جدا هجوميه وفي مراكز ثانيه، بالرغم برضه من وجود اسامي كبيره جدا واسامي لامعه في صفوفه، عشان كده بيفكر من بدري ان هو يعمل خطه للتدعيمات الجديده يقدر بقى من خلالها الموسم اللي جاي ان هو ينافس وبشكل كبير على الدوري. عشان كده فكر في مهند لاشين وقد ايه هو هيكون مؤثر بتواجده في صفوف الفريق، لكن اداره نادي الطلائع لغايه دلوقتي ما حسمتش مصير مهند لاشين. مهند لاشين بدا مشواره مع الاسماعيلي في الناشئين لغايه ما وصل للفريق الاول، وبعد كده انتقل للاسيوطي، وده اثناء تواجده في دوري القسم الثاني، وساهم في صعوده اكيد للدوري الممتاز، واستمر معاه بالمسمى الجديد بيراميدز قبل رحيله لنادي طلائع الجيش. وشارك لاشين في 25 مباراه مع طلائع الجيش في الموسم الحالي، نجح ان هو يسجل هدف ويصنع هدف، وما غابش عن فريقه غير في 5 مباريات بس.